صباح الخير مشاهدينا الكرام، بصبح عليكم مرة تانية. وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا الأسبوعية دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. بصبح عليك يا دكتور. صباح الخير. الحقيقة جت لنا على موقعنا على الفيسبوك دنيا الجمال أسئلة كتير جدا عن موضوع الشفرة الأرنبية والمشاكل اللي بتصاحب طبعا ظهورها، خصوصا ان هي بتظهر طبعا كتشوه خلقي بعد الولادة مباشرة. الأول خلينا نتعرض كده بشكل مبسط يا دكتور، إيه أشهر الإصابات اللي ممكن تصيب بالشفرة؟ الحقيقة زي ما بتحب إحنا دايما نتكلم عن أي عضو في جسم الإنسان، أنا بحب أتكلم عن الإصابات بتاعته في خمس نقط. النقطة الأولانية أشهر التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب هذا الجزء، فالشفاء أشهر التشوهات الخلقية بتاعتها طبعا معروف الشفرة الأرنبية، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن في إصابات تانية كتيرة بنلاقي فيها إن الشفرة الأرنبية لو طلعت فوق هتوصل لتشوه في الأنف، لو دخلت إلى جوه هتعمل تشوه خلقي اللي هو انقسام سقف الحلق، وهيبقى كل حاجة فيهم ليه التفصيل بتاعتها. برضو ممكن نلاقي من التشوهات الخلقية حاجة من الحاجات النادرة زي فقدان العصب السابع من أعصاب الوجه الاثنى عشر، وده يؤدي إن الطفل يتولد بتشوه معين في الشفة وفي العين وحاجات زي كده. دي مجموعة تشوهات خلقية. المجموعة التانية اللي هي مجموعة الإصابات اللي ممكن تصيب الشفة، واحد أصيب في حادث، واحد بيلعب رياضة عنيفة، ملاكمة، تنج فو، الحاجات دي كلها انتهت بقطع في الشفة أو حاجة زي كده. المجموعة الثالثة مجموعة الأمراض اللي هي المعدية والغير معدية اللي تصيب الشفة، والحقيقة نقسمها لمجموعتين. مجموعة الأمراض الغير معدية أشهرها الأرتكارية، واحد يقول لك أنا خدت دواء شفتي ورمت، واحد تاني يقول لك أنا شميت ريحة معينة شفة ورمت، واحد يقول لك أكلت أكل شفتي ورمت، دي أرتكارية وتبقى واضحة جدا في الشفة، ورم وتورم وحاجة زي كده. في مجموعة تانية من الإصابات اللي بتصيب الشفة اللي هي معدية، قد تكون بكتيريا زي انواع معينه من الحصف، قد تكون فيروسات زي الهربس لو جه في الشفه، ودي حاجه ناس كتير بتمر عليها في اوقات تغير الفصول، وقد تكون فطريات زي انواع معينه من التينيا. دي المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه الاورام اللي ممكن تصيب الشفه، ممكن تلاقي اورام دمويه، وممكن تلاقي اورام داكنه، وممكن تلاقي اورام مليفيه. المجموعه الخامسه اللي هي العلامات اللي بتظهر في الشفه اللي احنا بنسميها سموكرز لاينز، تجاعيد في الشفة، ويبتدي تظهر العلامات، ويبقى كل راجل أو ست بيدور على الناحية الجمالية بالنسبة للشفة. طيب التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الشفة ده بيكون لها سبب معين وراثي، ولا بيكون نتيجة ان الام بتاخد مثلا ادوية غلط او بتلتزم ما بتلتزمش بتعليمات صحة اثناء الحمل؟ ايه الموضوع؟ هو واضح انك انت جاوبت على نص الاسئله. ممكن يكون زواج الاقارب، احنا مش ضد زواج الاقارب، لكن ممكن اب او ام عنده شفه ارنبيه، ممكن نلاقي طفل من الاطفال عنده شفه ارنبيه. الحاجه الثانيه تناول الام لبعض العقاقير اثناء اول 3 شهور من الحمل، وبالذات ما بين اليوم ال 38 لليوم ال 54 لحدوث الحمل، هنا شفه ارنبيه مكتمله في الناحيتين. الحاجه يا دكتور انواع لها انواع هنقولها دلوقتي. الحاجه الثالثه ممكن تعرض الام لبعض الامراض زي الحصب الالماني. ممكن الحاجه الرابعه تعرض الام للاشعاع. اذا اتكلمنا زي ما قدامك عن الشفه الارنبيه، بنلاقي شفه ارنبيه يسرى. على فكره الشفه الارنبيه اليسرى نسبتها الى اليمنى، نسبتها الى الاثنين مع بعض 6:3:1. هنا شفه ارنبيه مكتمله واخده كل الشفه وطالعه فوق على الانف وداخله جوه لغايه سقف الحلق، هو ده التشوه الكامل. هنا برضو نفس الحكايه، وزي ما انت شايفه ان ايه تكوين الشفه الارنبيه. دماغ الانسان بتتكون من 5 بروزات، النتوق الجبهي الانفي، والنتوق الفك الايمن والفك الايسر، والضب الايمن والضب الايسر اللي بيعملوا الفك الاسفل. الحقيقه عدم التئام بين النتوق الفكي الجبهي الانفي او بين النتوق الضب الايمن، الفك الايمن يعمل شفه ارنبيه يمنى. هنا زي ما انت شايفه شفه ارنبيه يمنى ماسكه، ودايما انت شايفها بتاثر تاثير مباشر على الرضاعه، تاثر تاثير مباشر على تنفس المريض. انت شايفه شفه ارنبيه مكتمله مع انقسام كامل لسقف الحلق وطلع فوق على الانف، وشوفي فتحتي الانف يا استاذه لان دي هتساعدنا في العلاج بعد كده. برضو شفه ارنبيه يسرى زي ما انا قلت لك، معظم الحالات بنلاقيها شفه ارنبيه يسرى مكتمله وواصله لغايه الانف. لو قارنتي فتحتي الانف برضو بتلاقي فيه تشوه معين في منظر الجمال الانف وهكذا. هنا شفه ارنبيه يسرى برضو ممتده وهكذا بالنسبه لانواع الشفه. طيب السؤال دلوقتي يا دكتور اللي دايما بتسال لينا على الموقع دنيا الجمال، هو امتى نقدر نجري عمليه الشفه الارنبيه للاطفال، خصوصا للاطفال حديث الولاده اللي ممرش عليهم اسبوع مثلا؟ وهل الاثار الخاصه بموضوع الشفه الارنبيه دي بتزول بعد اجراء العمليه زي ما شفنا في الصور دلوقتي؟ شوفي قدامك، اولا الشفه الارنبيه ممكن اجراها في اي سن، مجرد ولاده الطفل عنده يوم نعملها، لكن دايما احنا في جراحه التجميل بنزن الطفل 10 ارطل، بين الدم للطفل 10 جرام،
وان يكون عمر الطفل 10 أسابيع، لكن هذا لا يمنع مطلقا ان انا اعمل الشفة الارنبية مجرد ولادة الطفل، لكن ما تأخرش عليه. زي ما انا قلت لك بيأثر في التنفس، بيأثر في الرضاعة، بيأثر بعد كده في الكلام، في تشوهات خلقية مصاحبة ليه، الحاجة الرابعة موجودة ليه، فانا ما اقدرش اتأخر عليه. دي الحاجة الاولانية. لكن الشفة الارنبية لو معها انقسام في سقف الحلق، بص سيادتك هنا فتحتي الانف، هنا عملت اصلاح للشفة الارنبية وعملت اصلاح للانف، دي المرحلة الاولى من اصلاح الانف المصاحب للشفة الارنبية مجرد ولادة الطفل. بعد كده بتنتظري حتى اكتمال نمو هذا الطفل ولد او بنت عند سن 13-14 سنة، تبتدي تصلحي الانف مرة تانية. يبقى الانف بتتعمل على مرحلتين، مرحلة مع الشفة الارنبية مجرد ولادة الطفل، ومرحلة عند سن البلوغ بالنسبة للطفل. لو هذا الطفل معاه انقسام كامل بقى في سقف الحلق ما يتعملش. شوفي سيادتك هنا شفه ارنبيه ماسكه الناحيتين، دي لازم تتعالج فورا. حته العظمه اللي قدام سيادتك دي هي المنظر الجمالي للطفل، اذا اهملت او لم تعالج مظبوط هتسقط، وبالتالي هيبقى شفه الطفل عنده مشكله كبيره جدا. ما نستهترش بالحالات دي، لابد من التدخل المبكر. هنا شفه ارنبيه من الناحيتين، لابد من انك تظبطي الناحيتين في وقت واحد وتظبطي فتحة الأنف وتعملي جلسة تانية لفتحة الأنف. إذا كان مصاحب ليها وده مهم جدا انقسام في سقف الحلق، انتظر لسقف الحلق عند سن سنة ونص سنتين. هنا شفة أرنبية مكتملة طالعة يعني لغاية، يعني انقسام زي المنظر قدامك سقف الحلق ده، يبقى خطوة تانية مش أقل من سنة ونص سنتين 3 سنين، لأن يكون عظيمات وغضاريف سقف الحلق اتكونت، لأنك أنت بتعملي عملية في الهواء. حتى لو كان مصاحب برضو بمشاكل مع الشفة الأرنبية إذا والأنف. سيادتك عملت سقف الحلق عند الطفل عند سن سنة شهر شهرين، هيرجع يتخرم تاني وهترجع فيه مشكلة وهيبقى فيه ثقب تاني وهندخل في مشاكل تانية. بنعمل الشفة الأرنبية مجرد ولادة الطفل، نعمل الأنف في المرحلة الأولى مع الشفة الأرنبية، سقف الحلق نأخره لغاية سنة ونص سنتين سنتين ونص. طيب من برضو الإصابات اللي ممكن تصيب الشفاء موضوع الأورام، ايه الاورام اللي ممكن تصيب الشفاء وليه دكتور بتظهر؟ يعني واضح ان على مدى الفترات دي ابتدينا نشوف هذا المرض، يعني زمان ما اعتقدش ان كان موجود يعني بشكل معتاد زي دلوقتي. شوف يا استاذه، هو موجود في كل زمان ومكان، بس التشخيص دلوقتي بقى احسن، وبقى الاهل المريض بيجروا بسرعه علشان يشوفوا العلاج المناسب ليه، فابتدينا نبين الحالات. الحقيقه مجموعه كبيره من الاورام، يمكن هنعرض حالات دلوقتي، في حالات اورام ليفيه ممكن تصيب الشفاه، دي حرم ورم ليفي ماسك الشفه وممزوج بورم دموي، هتلاقي ماسك الشفه بالكامل وداخل على الخد بالكامل، بيتم استئصال هذا الورم، بيتم تحليل هذا الورم، وتم استئصال الورم ممتد لداخل الخد بطريقه معينه، وبعد كده هو الحقيقه يعني شوفي مجرد انك انت بتستأصلي ومن الداخل عشان ما يبانش حاجه، وبتكملي لغايه الخد بالكامل خالص. لو شفت منظر الولد بعد كده بعد مرور 5-6 شهور هتلاقي ان الحاله من هنا. نوع تاني من الاورام اللي هي وحمه داكنه موجوده بطريقه معينه في الشفه، مأثره مع البنت، بتكبر في الحجم، ابتدت تعمل بعض القشور، ابتدت تعمل بعض الحالات شعر. هنا حاله ورم دموي، دي ورم دموي في بنت اخذت علاج كامل بالليزر، كانت نتيجه التشوهات اللي انت شايفاها. الحقيقه هذا العلاج ناتج عن الليزر، هذه الاثار اللي قدام سيادتك ناتج عن الليزر، يعني ما تمش ازاله الورم وتم المعالجه بس من الخارج بالليزر، مجرد انه بيحاول يوقفوا الورم، وكان في بعض الادويه وبعض العقاقير. الحاله دي زي ما انت شايفه ورم دموي كبير. الحقيقه دي تعبتنا في العلاج بتاعها، لانك محتاجه تعملي استئصال للورم كاملا، ومحتاجه انك تزور. شوفي لو تشوفي الاشعه، طب على اي اساس يا دكتور بيتم استخدام الليزر؟ هل الليزر ممكن يساعد؟ هو بيساعد انه يوقف التجمع الدموي، انما كعلاج كامل في حاله هيجه وفيها توهج، وهذه الحاله زي ما انت شايفه التدخل الجراحي، وانا بقول لك في مشكلتين كانت قدامنا، مشكله استئصال الورم ودي حاجه مهمه جدا، والمشكله الثانيه الناحيه الجماليه، انت محتاجه الطفل بتاعك يكون في خط جمالي بحيث تستأصلي كل العلامات اللي كانت موجوده او النتيجه. الورم ده دكتور ممكن يرجع تاني ولا خلاص ما تم مدام؟ لا هنا الحقيقه حسب خبره الطبيب الحقيقه، والحقيقه وحسب المريض نفسه مدى توفيقه ومدى اتصال الورم، يعني دي منظره مباشره بعد العمليه مباشره. يعني لو شفت الطفل ده بعد مرور 3-4 سنين صعب جدا انك تقولي ان كان في ورم بهذا الشكل، دي مباشرة بعد العملية مباشرة. الحقيقة بتفرق كتير مع الحالة. هنا ورم دموي موجود في الشفة السفلى زي ما انت شايفة، وهنا ورم دموي برضو موجود في الشفة السفلى زي ما انت شايفة. والحقيقة الاستئصال دايما في هذه الحالات بنحاول ان احنا نتدخل جراحيا من الداخل بحيث ان هي ما تسيبش اي اثار جانبية. يمكن هنا يا استاذة دخلنا في حاجة تانية اللي هي الحقن بالفيلرز.
طيب قبل ما ناخد الحقن بالفيلرز عشان ده موضوع مهم جدا موضوع ساعة، خلينا يا دكتور نستقبل التليفونات. معنا استاذ ابراهيم من القاهره. صباح الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. الله يخليك الدكتور ويليام. انا بنتي عندها قرش في حته حساسه وكده، القرش ده كتير جامد قوي. وديتها تعالج. هي عندها كام سنه يا استاذ ابراهيم؟ عندي كام سنه يا بنتي؟ 22 سنه. طيب شكرا، ماشي. طيب حاضر، هنرد عليك يا استاذ ابراهيم. طيب معانا زينب من الجيزه. صباح الخير يا زينب. صباح النور، اتفضلي. لو سمحتي كنت عايز اسال الدكتور، كان بيتكلم على التشوهات اللي بتحصل في الجنين بسبب الادويه. ايوه. طيب هل بتكون بسبب الادويه مثلا اللي بناخدها زي المثبتات ومنع التشوهات ممكن تسبب مثلا تشوهات في الجنين؟ اوكي ماشي. طيب حاضر، هنرد عليكي. طيب نرد على ابراهيم بس بسرعه. ابراهيم دخلنا في حاجه تانية اللي هي هرش في الجسم نتيجه لسبب من الاسباب. قد يكون الهرش ناتج عن انواع معينه من الاغذيه، قد يكون ناتج عن استخدام بعض انواع معينه من الصابون، قد يكون هرش ناتج عن الملابس اللي بيلبسها، قد يكون ناتج عن ادويه، قد يكون عن حشرات، عن وهكذا. محتاجه بنظره الحاله ونقدر نشوف الهرش ده سببه ايه. في تحاليل معينه تعمل؟ لا لازم نشوفها الاول. احنا هتعملي تحاليل بقى. طيب بالنسبه لزينب. زينب مفيش عقار موجود ملهوش اثار جانبيه، ما نقدرش نقول خدي ده امن وده مش امن، لابد من اشراف طبي كامل علشان نقدر نقول هذا امن او هذا غير امن. طيب موضوع الفيلرز، موضوع حقن الدهون، عايزه افهم بقى يا دكتور الثوره اللي حصلت في تكنولوجيا الفيلر وحقن الدهون وبرده الاستخدام الخاطئ ليهم. بصي، الفيلرز عباره عن ايه؟ حاجه من حاجتين، يا بولي ساكرايز سكريات متجمعه، يا نوع تاني اللي هو الهيالورونيك اسيد. وكل واحد فيهم ليه تركيزات معينة، تركيز خفيف يكون مثلا تحت العين للحقن، تركيز متوسط يكون للشفاه، تركيز تقيل يكون للخدين وحاجة زي كده. مسألة الفيلرز مشكلته ان هو بيحتاج انه يتابع كل شوية، 6 شهور، 9 شهور، سنة، عمره ما بيزيد عن كده. ومحتاج حاجة تانية انه مكلف جدا، لان الفيلر عبارة عن 1 سنتي بالكتير وحاجة زي كده. لكن الحقيقة الميزة فيه انك انت ممكن تعملي فيلرز وتقدري تعملي حاجة معينة بعد كده. بالنسبة لحقن الدهون دي الحاجة اللي عملت ثورة، انك انت تقدري تاخدي الدهون من داخل جسم الانسان بأي طريقة من الطرق، سواء كانت سرنجات او كان الفيلر كان عن طريق الليزر او عن طريق الموجات التصادمية، وبعد كده تركزيها وتحقنيها بحيث انك انت تقدري توصلي لنتيجة معينة. معلش يا دكتور، عندنا تليفونات كتير جدا. معانا ام بسملة من المنصورة. صباح الخير وسؤالك بسرعة، اتفضلي. صباح النور. لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 8 شهور وعندها وحمة دموية في وسط راسها بالظبط. داخله على فروه الراس ولا المقدمه؟ لا، هي في وسط الراس بالظبط، يعني هي. طيب هنرد عليكي. حاضر يا ام بسمله. معانا محمد من المنوفيه، اتفضل سؤالك يا استاذ محمد. السلام عليكم، ممكن اخش مع الدكتور؟ دكتور معاك، اتفضل. يا فندم سيادتك، انا كنت جاري جراحه رباط صليبي في الركبه اليمين كانت 2005. رباط صليبي، وحضرتك يا فندم الجراحه دي سايبه لي اثر في الركبه لحد دلوقتي، وعاوز حضرتك اعمل فيها تجميل. ماشي. طيب حاضر، هنرد عليك. حاضر يا استاذ محمد. نرد على ام بسمله، الوحمه الدمويه وبنتها عندها 8 شهور مقدمه الراس. بصي، هنا في وحمه دمويه هي تبدا بجلسه او جلستين ليزر، ولابد من التدخل الجراحي اذا كبرت في الحجم بسرعه. هنا في انواع معينه من الادويه بتتاخد، الحقيقه انا بحذر منها، في عقار معين بيتاخد في الحاجات دي بيأثر على ضربات القلب وتنفس المريض وحاجات زي كده. اذا كبرت الوحمه دي بسرعه لابد من التدخل الجراحي عشان اوقفها باي طريقه. دي الحاله الاولانيه. وبالنسبة لمحمد، جراحة رباط صليبي دي جراحة تجميل عادية بسيطة سيادتك، أو سيادة مجرد التنظر على الحالة وتبتدي تتعامل معها. بالليزر يا دكتور؟ لا، هي حسب الحالة، في حالات تحتاج ليزر، في حالات تدخل جراحي، معظمهم بيبقى تدخل جراحي. سريعا يا دكتور في دقيقة، تجميل الشفاه بالخيوط وخصوصا للسموكرز المدخنين. شوفي، الخيوط برضو عملت ثورة معينة، عيبها انها مكلفة وعيبها انها ما بتقعدش اكتر من 5 شهور 6 شهور، ولكن نقدر نعمل تجميل الشفاه عن طريق الخيوط، بندخل بإبر معينة باللي فيها بطريقة معينة ونقدر نتعامل مع الشفاه الحقيقة. لكن لا زال حقن الدهون هو القمة
بالنسبه لهذه مرة الحالات تقدري تتعاملي مع كميه معينه من الدهون لو اجريت بطريقه مظبوطه بتاخدي اي كميه وتقدري تعملي الشفاء والخدود ومقدمه الراس. ولو لونها غامق يا دكتور نتيجه التدخين او الادويه او كده بالنسبه للشفاء لا احنا هنا محتاجين لعلاج طبعا طبي بالاضافه الى العلاج قد يحتاج الى العلاج بالليزر. يعني احنا ما نقدرش نقول ده لازم يعمل عمليه وده لازم يعمل حاجه، لابد انك تنظري الحاله نوع الجلد شكله ايه، هل هو جلد ابيض هل هو جلد اسمر هل هو بس جلد اسود. تتعالج ليها علاج؟ لا بس المهم ان المريض يكون عنده المصابره وانه هو يمنع الاسباب لو لقينا ليه اسباب. بشكرك جدا دكتور منير وليام لبيب، بعتذر لك ما قدرناش نكمل الاسئله ولكن التليفونات كانت كتيره جدا النهارده اللي قدرنا ندخله. قدرنا مشاهدينا الكرام اي استفسارات موجوده على موقعنا على الفيسبوك برنامج دنيا الجمال. بشكرك جدا دكتور منير وليام لبيب، والمره الجايه هنتكلم عن ايه؟ ممكن نتكلم عن ترهل عضلات البطن الكرش مشكله طبعا كبيرة. مشكله عند المصريين. شكرا جزيلا يا دكتور. ومشاهدينا الكرام فاصل نستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر.